السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما هما الكلمات والجملة أو الذكر الذي يزيل الهم ويفرج الكرب ويد الإنسان من أي ورطة كان فيها؟ يعني مثلا لما تغلق عليك الأبواب تحس بأنك في ضيق أو في مشكل، ماذا يجب عليك أن تقول؟ ما هو الذكر؟ أنك مظلوم، مظلوم، وأنك مظلوم، يعني أنت في ظلم، يعني كسيدنا يوسف عليه السلام ظلموه فدخل إلى السجن. فما هو الذكر الذي يجب أن تقوله؟ الذكر الذي يجب أن تقوله في تلك اللحظة أو في الأيام التي أنت مظلوم فيها ولإنقاذك من أي ظلم، سواء كان ظلم الجن، يعني إذا كان متسلط عليك جن أو شيطان أو أسحار أو إنس، يعني أي مخلوق ظلمك، فما هو الذكر الذي ستقوله؟ هذا الذكر الذي هي عديد من الأسرار وله عديد من الفوائد. هذا الذكر داوم عليه إنسان كان في السجن، كان في السجن فداوم عليه، وأتاه في الليل رجل شاب ففتح له باب السجن وقال وفتح له الباب الثاني فقال له أنت طليق. وقالوا من أنت؟ قالوا أنا ذلك الذكر الذي كنت تذكره. يعني سأقول لكم يعني ما معنى هذا الذكر، يعني الله سبحانه وتعالى يعني لما تذكره بهذا الذكر فهو ينقذك من أي مشكل كان عندك. هذا الذكر اختصاصي في المشاكل واختصاصي في الضيق، سواء في الفقر أو في أي مشكل، فقر، السحر، تسلط من عند الإنس، من عند الأعداء، أي شيء تقول هذا الذكر تبدأ تقول تجعله وردا لما تحس بضيق وتحس بمشكل. مثلا تقوله 1000 مرة، تقوله 500 مرة، يعني لما تكون في ورطة، أو تقوله ساعة أو نصف ساعة، تقوله جالسا أو واقفا، وهو مختص، يعني يقوله الناس الذين هم مسجونون في السجن فيطلق الله سراحهم، ولكن ممكن أن تقوله وأنت خارج السجن. هذا من أذكار سيدنا يوسف عليه السلام التي مذكورة في سورة يوسف، وهو إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا الذكر هو الذي ينقذك من كل ورطة كنت فيها أو أي مشكل. هذا كل شيء، وإلى اللقاء ومع السلامة.